الله، لأنه علامات الجي آي تي ما شاء الله بترفع الرأس. أول امتحان لسنة ثالثة إيش؟ كيف أنا مع التسجيل أقول لك، سكر التسجيل أحكي لك بالصحص. أوكي، نقلب العكس الكولينيرجيك أنتاغونيست اللي هي بنسميها البارا سيمباثولايتيك، هذه كمايناتيك، هاي لايتيك يعني أقل. أكثر شيء إحنا بنستخدم الأنتي كولينيرجيك دراكس. الأنتي كولينيرجيك رح يكون عندنا سكارينيك أكثر بلوكر، وفي عندنا كوتينيك اللي هم نيوروماسكولار. حكيت لكم هاي من الأساس في لها دواء واحد للضغط لكن بيعمل مصر اللاكسنت، فبلاش يعني منه كل الدواء لأنه هو فعليا يعني اخترعوا وعملوا لكن لا يستخدم يعني كثير في مجال كلينيكال. إذا نختصرهم على المسكارينيك ريسبتور أنتاغونست أو نيورو ماسكولار بلوكين إيجنتس على الأن أم ريسبتورز، تمام؟ هلا بالنسبة لهذول الأنتي ماسكارينيك وهذول هم على البلوكر على الريسبتورز للأن أم، الجانجليا هو الوحيد هاد الميكامين لامين، حتى ما إله يعني إنتاج حتى باسمه يعني ما في له شركات تبنته، هو كان يستخدم يعني وجدوا إنه بيقلل الضغط لكن نفس الوقت بيعمل مصل ريلاكسيشن، ف مش 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 معقول اضلني طول اليوم انا مش قادر اشد حالي وانا عندي ضغط واضلني ماشي بالسايد افكت هذا. الانتي كولينيرجيك العكس، سواء استخدام او سايد افكت شو بيعمل على الاي؟ الاي راح يعمل مادرياسيس. فنتفق اي كلمه اي انتي كولينيرجيك كونترا انديكيتد ان جلوكوما، لا تقولي مش مكتوب بالسلايد، هذا فهم. هلا احنا اتفقنا مين بيعطي جلوكوما؟ الكولينيرجيك أغونيست، صح؟ الأنتي كولينيرجيك كونترا إنديكيتد ما بيصير أعطيه للي عنده جلوكوما لأنه ممكن يعمل جلوكوما، فهمنا؟ طيب هاي النقطة. إذا هذا كونترا، كلهم كونترا إنديكيتد كل الأدوية. أنتي سبازماتيك شيء رائع. هلا البيريستاليسيز مين مسؤول عنها؟ الاستفراغ مين مسؤول عنها؟ هاي الانقباضات الأمعاء كولينيرجيك. أنتي كولينيرجيك رح يقلل الإسبازم، فدواء مغص مشهور لسكوبينال، بسكوبان جيبه من الصيدلية، أدوية المغص، ماشي؟ فهو أنتي سبازمتك يعني ضد المغص. ريديوس الهايبر موتيليتي ستيتس اوف يوراينري بريدر. هلأ في عندهم في ناس أطفال ممكن لعمر 18 بيضل عندهم تبول لا إرادي، فالهايبر موتيليتي اوف يوراينري بريدر ممكن أوقفها بيوزينج اوف أنتي كولينيرجيك. اوكي موجود كمان، ولكن هذا سايد افكت، انا بحكي عن الاكشن بشكل عام اللي هي بلوك ذا سلايفري جلاند وممكن يعمل زيروستوميا. فلنا نفرق شو بيعمل. اذا حطينا الاساس هو الكولينيرجيك زي البارا، هذول عكس البارا سيمباثيك. هلا بالنسبه للادويه الموجوده هم كلهم اصلا ست ادويه اخترنا منهم، هم تقريبا 15 دواء. فانا دائما بحب الاقرب للقلب وللاستخدام. هلا من الاكثر استخداما هو الاتروبين، هو البروتايب. البروتايب يعني الماستر، يعني هو الاساس، هو اللي بنوا عليه. الاتروبين يا جماعه ناتشورال ايش دراجز، يعني ناتشورال مستخرج من اعشاب. انتوا اخذتوا باول مقدمه ما بعرف اعطاكم اياها شيء، من وين احنا بنجيب الادويه؟ اما تكون ناتشورال اما سينثيتك اما سيمي سينثيتك. في أدوية مستخرجة من الأعشاب. هلأ الميرامية لو تطرق للموضوع، الميرامية في مادة الأتروبين، ليش بناخدها للمغص؟ ليش ممنوع نعطيها للأمهات؟ المشكلة بالأمهات الجيل هاد، ميرامية لعمر شهر أنتي كولينيرجيك قضيتي عليه وبجرعة غير محددة. استخدام الأعشاب هزردلي في كتير أعشاب موجودة وإلها إلها سايد إفكت عالي. نرجع للأتروبين. الأتروبين كانوا صبايا أيام اليونان والجريك بيحبوا يجملوا حالهم بس ما عندهم لينسز. لينسز هاي بتوسع العين الحلوة هاي، فكانوا يأكلوا عشبة البلادونا، الأتروبينا بلادونا، عشبة ست الحسن، مش روح تدورن عليها وتروحن تأكلنها، ها موجودة عشبة ست الحسن ووردة والأوراق المشكلة، أكلات أعشاب. فكانوا يلاحظوا إنه العين عندهم عم تتوسع تصير جمال، خاصة أيام الفراعنة كمان استخدموها، فكانت الثقب العين يتوسع، فتكيت تخيل الأسود هذا كله هيك جمال، فكانوا يسموها للجمال ست الحسن،
الأتروبين موجود في هاي بكثرة. فالأتروبين هو ناتشورال، هو أنتي كولينيرجيك، دواء طوارئ اي سي يو، أنتيدوت لكثير من الأدوية الكولينيرجيك. يعني أي واحد يتسمم كولينيرجيك زاد الأستيلكولين أتروبين. أوكي، هلا أكثر إشي تسمم حكينا كوليستيريز بويزنينج للبراديكارديا، بس بشرط أستخدم الجرعة الصح. على الجرعة الصغيرة هو بيعمل براديكارديا، لازم الجرعة 5 ملي جرام وأكثر، لأنه هو إشي اسمه دوز ريليتد ريسبونس، يعني حسب الدوز بيعمل أكشن. وأخذته هذا الإشي. هلا بالنسبة للاستخداماته اللي ممكن أستخدمه، حكينا هون ممكن أو لا لازم أستخدمه قبل العملية، تذكروا حكينا هذا الإشي. أنتي سكريتوري، أنا بدي اللي عندي المريض يصير له سرايفري، يصير له سكريشن في الجي آي تي ومعدته أصلا ممنوع يأكل، بس الحموضة هي كلها ترجع لي يبلعها ويعمل نيومونيا تفوت على اللانكس، إذا لازم نوقف السكريشن. فعشان هيك إحنا بعد العملية مباشرة أنتي سكريتوري كمان هي بتوقف البيريستاليسيس. فبعد العملية شو بنرجع بنصحصحه بالبيثينيكول، نرجع البيريستاليسيس لوضعها واليورينال بلادر. فاحنا بنعمل ريفرس وات وي هاف دون بيفور ذا سيرجري. هلا هاي مهمه جدا، كونترا انديكيتد ان جلوكوما، كل الادويه الانتيكولينرجيك ممنوع تنعطى للجلوكوما لانها بتزيد الحاله، فلازم هاي من الهيستوري للمريض. اوكي، اذا هاي استخداماتهم بشكل كامل. هذا اللي بنحكي هو صحيح بيقلل المغص ويستخدم للاسهال، لكن احنا بالاردن كبرودكت اتروبين ما تصنع، يعني مو تاخذ اتروبين عشان للدياريا، هاي الكومباوند يعني بالصيدليات مش موجوده، لكن باليو اس اي موجوده، بس هي لانها سايد افكت، يعني انت بتاخذ شيء قوي لعلاج دياريا، لكن يستخدم ما في مشكله، لكن كلينيكلي نوت ماركتد. هلا البنزوتروبين، الكلمه باركنسون هالقد بدي اشرح عنها هلا ليش يستخدم. الانتي كولينرجيك للباركنسون، ما بدناش نبصم. شو الباركنسون؟ مين معاه باركنسون من اللي بنعرفه؟ مش انتم غير شر عنكم. محمد علي. يس، ليش محمد علي كلاي صابه باركنسون؟ اجته ضربه. ليه وين اجته الضربه؟ باي منطقه بدار راسه؟ تريجمنتا تايجرا، منطقه في البرين مسؤوله عن العضلات. ايش هاي المنطقه فيها؟ انا لازم اعرف كل شيء من الاجا. انا هيك بدرس وهيك بدي اياكم. هلا هاي من وين اجت؟ في هاي المنطقه مسؤوله عن تحكم بالعضلات. العضلات فيها كولينرجيك قلنا، باراسمباثيتك، وفي الدوبامين. لما عضلتي تنقبض الدوبامين بيضغط عليه بقول له خلاص وقف. الدوبامين انهيبيتوري، الدوبامين انهيبيتوري زي اللي ضاغط على زومبارك. هدول اللي بنضربوا اما عندهم الدوبامين او اللي ما عندهم باركنسون، اما ما عندهمش دوبامين او ما عندهمش ريسبتور للدوبامين زي اللي انضرب على راسه. ماشي، راح الدوبامين، شو الزنبرك هاد بده يزيد الكولينيرجيك. اذا زاد الكولينيرجيك شو بيأمر العضله؟ تنقبض. شو عندهم اعراض؟ شفلينج موفمنت، مش قادرين، فريزنج عشان انيشيتنج عشان يبدا الحركه، مش قادر يحرك رجله، عضله كتير مشدوده، تريمور، مش بيقدرش يسيطر يمسك قلم او كاسه. فعندهم السمباثيتك الباراسمباثيتك سوري او الكولينيرجيك مولع معاهم، الاستيلكولين عالي، فلازم اعالجهم طريقتين. اما بعطيهم دوبامين اذا الريسبتورز عنده صالحه عشان يرجع يضغط ويعمل كنترول، او اوقف الكولينيرجيك. اذا اما بزيد الدوبامين زي بالانس، بزيد الدوبامين واقلل الكولينيرجيك عشان نرجع لبالانس، كل شيء بجسمنا بالانس. اذا من الادويه اللي بتساعد البنزوتروبين وحيد من الانتي كولينيرجيك اللي وجدوا بيشتغل على المنطقه هاي في الدماغ. اذا شرطنا احنا كمان وين يفوت؟ على الدماغ مش بس على البريفير. طيب الابروتروبيوم واخوه الجديد التريوتروبيوم، نزل جديد الابروتروبيوم، هذا بخاخ يستخدم للازمه، للسي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، اللي عندهم تضيق في القصبات الهوائيه، في مرضين ازمه وفي كرونيك اوبستراكتيف. الازمه الفرق، الازمه انابيليتي تو انهيل، مش قادر ياخذ انهيل، والاوبستراكتيف اتس انابيليتي تو اكسهيل، ما بيطلع كل الفوليوم في اللانكس. فالتنين بدي اعطيهم شيء يوسع القصبات الهوائيه، برونكو دايليشن. البرونكو دايليشن حكينا الباراسمباثيك دائما بيعمل برونكو كونستريكشن، اذا بدي اعطيه ابراتروبيوم برومايد فور برونكو دايليشن.
كان منا الأوكسيبيتونين، هلا لسه حكينا عنها، تبول اللا إرادي. امبارح ما كانت موجودة بالسلايد، فاللي حضر امبارح هو ما كان موجود بالسلايدات. أوكسيبيتونين بيستخدم للأوفر أكتيف بلادر، اللي عندهم تبول زيادة عن اللزوم خاصة أوفر نايت، فممكن يحسن من عمل البلادر. سكوبالامين هو من أدوية مهمة جدا، له اسمين، برضو اضطريت أحط الاسمين لأن دائما بيسألوني هل هيوسين نفس سكوبالامين؟ إحنا أعطانا الدكتور الفلاني هيوسين، هو نفسه هيوسين اسم الكيميائي، سكوبالامين اسمه البراند نيم المشهور زي كلمة أسبرين. سكوبالامين للمغص، للموشن سيكنس اللي بيطلع بالطيارة أو بيسوق فترة طويلة، البحر اللي بيطلع بالفري أو بالرحلات البحرية بدوخ، بيعمل زي نوزيا واستفراغ، ممكن هون لعمان، ممكن في بعض الطلاب بالباصات أو بالسيارات، فهذا للموشن سيكنس. بيقلل الفوميتينج، بيقلل الفوميتينج وأنتي سبازموتيك، لأنه حكينا إحنا بيقلل البريستاليسيس. ضل عندي هذا تروبيكامايد. هلا تروبيكامايد المفروض هون كونترا إنديكيتد إني جلوكوما، طب شو قاعدين بنخبص إحنا يعني؟ تروبيكامايد ليش بدي هيدرياسيس؟ حكينا أنا هاي القطرة بدي أستخدمها أو دكتور العيون بالذات قبل إجراء البروسيجر عشان يقيس الريفراكتيف تيست، عشان يقيس مدى الانحراف. فبيعطي قطرة بيحكي له روح اقعد، ممكن حدا جرب، وبعدين بيرجع بعد 10 مش شايف الضوء قدامه، يفوتوه على الغرفة بيقيس على الجهاز وبيضله شوي 10 دقائق لحد ما يروح مفعول القطرة. هاي ميدرياسيس إفكت. أوكي؟ هلا هاي الحلو فيها إنه بدي أركز على كلمة خمسة. هلا هاي بالنسبة لي بتحكي عن الأتروبين. الأتروبين في ميزة يا جماعة إله دوز ريليتد ريسبونس. دوز ريليتد ريسبونس من الأدوية النادرة جدا إنه أنا كل ما بغير الجرعة يعطيني إفكت مختلف. فعلى اللو دوزز كان سلو داون ذا هارت ريت، مش هيك شغله؟ إحنا شو حكينا؟ باراسمباثيتك بيعمل سلو داون، والأنتاجونيست بده يزيد المفروض. فوجدوا على الجرعة خمسة بيعمل هاي البالبيتيشن. إذا بدي أستخدمه للبراديكارديا، إذا واحد فات على المستشفى إحنا بنعرف نعالج التاكيكارديا بنقلل بالبيتا بلوكر، لكن إذا عنده براديكارديا كيف بدي أزيد الهارت ريت؟ بالأنت بالأتروبين، بس بشرط إنه تكون الجرعة اللي هي 5 ملغرام. تمام؟ هلا آخر شيء أنا كيف ممكن أعمل بلوكر على النيكوتينيك؟ بلوكر على النيكوتينيك أم كيف ممكن أعمل بلوكر عليها؟ إني حكينا أول مرة استخدمنا الدواء هذا، ليش رجعت ذكرته؟ عشان بدي تربطوا المعلومة. رجعت ذكرت إنه في ساكسين الكولين، والساكسين الكولين كان أجونست، والأجونست يعمل ديبولاريزيشن وعمل انقباض للعضلة. إذا هدول هم مش من ضمن هاي المجموعة، بس نفهم هدول الاثنين هم مصر ريلاكسن، حطيته هون لأنهم الاثنين مصر ريلاكسن. لكن أنا الأول هو بلوكر نان ديبولاريزينج، معناته ارتبط وما عمل أكشن، ما عمل ديبولاريزينج، يعني ارتبط معاها هذا التيبوكرالين، ارتبط والأستيلكولين ما قدر، فضلوا في حالة اللي هي اللي هي ريلاكسنت، ما صار كونتراكشن نان ديبولاريزينج، ما عمل ديبولاريزينج، بعده حالة الريست ستيج، حالة الراحة. إذا هذا هو بلوكر يعتبر، لكن هذا يعتبر أجونست، والتنين كانت النتيجة إنهم مصل ريلاكسنت ويستخدموا نفس الاستخدام ل اللي هي انتوبيشن. هلا هدول المجموعه تتميز عن السكسين الكولين اللي ممكن استخدمها في العمليات، يعني انسولين تيوب كولين في عليه كمان كويستشن مارك، كان في له مساوم انه بينزل الضغط كثير اثناء العمليه، بعمل هايبرتنشن. فيعني هو انا ما بدي اسالكم فيها لانه لسه الدراسات قائمه. هلا هدول هم الافضل، يعني انتم بس شوفوا كيوريوم كيوريوم كيوريوم، اوكي، او نونيوم، يعني في شيء كيورونيوم أتراكيوريوم، أوكي، فهم بيشبهوا بعض هاي المجموعة. بس كل دواء ليش بتحسن؟ ليش بيعملوا لي أدوية؟ عشان يغلبونا، لأنه كل دواء بيلاقوا إنه السايد إفكت أحسن أقل وإنه السيلكتيفيتي أكثر، فكل ما كان سيلكتيف ممكن يغير بالستركتشر، يغير بالبولاريتي، بيقلل السايد إفكت. فحكينا اللي هم إيش حكينا؟ إنهم مصل ريلاكسن. هذا الساكسين الكولين، شوف الفرق هون، انه بيعمل بلوكينج فما بيصير اصلا ديبولارايزنج، لكن الثاني ساكسين الكولين صار ديبولارايزنج
وبعدين ريبولارايزنج وبعدين ثبت. اوكي وهدول اسمهم مسل ريلاكسنج. اتوقع هيك بتكون كملت الكولينرجي كملناها كامله. نشوفكم على خير. يوم الاحد عندكم امتحان. شو بيصير مصير؟ واتس ذا فيت اوف ماي ليكتشر كولينستريز اناليسيس ايش؟ انتم حضرتوا امتحانكم على 1:30. ما هو ممكن ندمج